إخوتي وأخواتي، أرحب بكم في هذه الحلقة لنستكمل معا ما كنا بدأناه في الحلقة الماضية. كنا تكلمنا عن غطاء الرأس أو الحجاب، ما تلبسه المرأة على رأسها وهي تصلي في المعبد. وهنا مسألة غطاء الرأس ملزمة في العقيدة اليهودية، كما كانت أيضا هي ملزمة كنمط اجتماعي في المجتمع الروماني، بل أن الحجاب أو النقاب الذي لا ترى منه إلا أعين المرأة كان أيضا في مشهورا في الدولة، في المجتمعات الرومانية وبعض المجتمعات الوثنية أيضا، ومشهورا أيضا في بعض الطوائف اليهودية. بينما كان في المجتمع الروماني كان أشبه بالغلالة، أي الرداء الشفاف يظهر معظم الوجه ولكن يخفي كثير من الملامح، لا يظهرها صراحة، وإن كان يظهرها بنوع من الإظهار البسيط. كانت لا تخرج فيه المرأة إلى الطرقات حاسرة، ولكن كانت تخرج وهي في كامل نقابها. هكذا كان في اليهودية تلبس المرأة غطاء لرأسها وهي تصلي. وكذلك أدخلها بولس في جماعة كورنثيوس الأولى التي كان يراسلها، وكانت لهم كنيسة داخل بيوتهم. وكانت أهل كورنثيوس كيونانيين كانوا وثنيين الأصل، ورغم ذلك استجابوا تماما لفكرة الحجاب أو غطاء رأس المرأة، وهو أمر كان سائد في المجامع اليهودية أن يصلي الرجال مكشوف الرأس بينما تصلي النساء مغطيات الرأس. من المعروف أن هذه العادة انعكست في الوقت الراهن عند اليهود، وأصبح الرجال يلبسون القلنصوة، أي غطاء الرأس القصير أو الطاقية البسيطة الصغيرة فوق رؤوسهم، والنساء لم يعد هناك تدقيق شديد في ارتداء غطاء الرأس أو ما يعرف بالحجاب أو حجاب الرأس أو حجاب الشعر. وما زالت موجودة أيضا في المجتمعات المسيحية في بعض الكنائس أو في غالبية الكاثوليكية والأرثوذكسية أيضا، هي فكرة غطاء الرأس، أن تلبس المرأة منديلا أو ما يشبه ذلك لتغطية شعرها الذي هو زينة رأسها وزينة تاجها، كي تكون خاضعة أمام الرب وتكون في غير غرور أمامه، في غير غرور في محضر الرب. كذلك لا يطالب الرجل بذلك حتى وإن كان كثيف الشعر أو طويله أو كان حسن هندام الشعر. لذا هذه الأمور كانت من العادات والعبادات، من العادات السائدة، ثم دخلت إلى العبادات أيضا. والعادة دخلت في القرن الرابع الميلادي أيضا، كانت النساء في زمن بولس تغطين رؤوسهن باعتبارها علامة للأنوثة أثناء الصلاة. في الإمبراطورية الرومانية اختلفت الأمور من جهة إلى أخرى، قد تقتضي طقوس الذبائح عند الإغريق أن يكون الرجل عاري الرأس، أما الرومان فكانوا عند تقديم الذبائح يغطون رؤوسهم بالرداء. هذه كانت طقوس وثنية. كذلك نجد هناك أمور قد تكون مرتبطة بالشكل أو بظروف البيئة، بظروف المجتمع، إذ نرى بعض القبائل مثل الطوارق في شمال أفريقيا يرتدي الرجل النقاب، أي لا يظهر منه إلا عينيه، وذاك إما لا نقول هم يقولون لظروف الجو وظروف الصحراء والرمال، بينما المرأة تواجه نفس الرمال ونفس الصحراء وليس عليها أن تحجب وجهها، فهي كلها أمور من العادات والتقاليد لا علاقة لها بالدين على الإطلاق، وإن دخلت إلى الدين فهي من المستحسنات البيئية، من المستحسنات العادات والتقاليد التي تغلب على الأديان. نعود إلى الدراسة. وكان إن أرادت بعض النساء في كورنثيوس أن تتحرر من غطاء الرأس أو الحجاب، ورد ذلك في رسالة كورنثيوس الأولى
الإصحاح 11 من العدد من 2 إلى 6. وبرغم صعوبة تحديد أسباب موقفهن هذا، افترض البعض أنهن أردن إسقاط غطاء الرأس لكي تتشبهن بنبيات ديونيسيوس وإيزيس اللواتي كن يمارسن العبادة وشعور رؤوسهن طليقة. هناك كاهنات للأديان الوثنية في عند المصريين القدماء مثل عبادات إيزيس وديونيسيوس في أو ديونيسيوس، كانت الكاهنات أو النبيات اللائي كنا يقومن على هذه العبادة كنا حاسرات الشعر، كانت أو كانوا بشعورهن طليقة لا يلبسون الغطاء الرأس أو الحجاب. كما أنه من المحتمل أن تكون الطقوس المصرية القديمة أثرت على الممارسات الدينية، الديانة المصرية منافسا خطيرا للمسيحية. لماذا؟ لأن المسيحية بداية انتشارها وتأسيس الأرثوذكسية أي مدرسة الطريق القويم أو الطريق المستقيم أو السلفية المسيحية، بل الكنيسة الأكبر والأم التي انشقت عنها أو انشقت هي عن الكنيسة الجامعة الكاثوليكية، فبالتالي تأثرت بطقوسها ومعابدها وطرق الصلوات وأغاني التراتيل وموسيقى التراتيل وموسيقى المعابد وأسلوب الأداء التراتيل وأيضا موسيقى التسابيح أيضا كانت مطابقة تماما لما كان يمارسه كهنة معبد أمون وكذا المعابد المصرية القديمة. حتى إلى الآن ما زالت الألحان المصرية القبطية هي ألحان فرعونية بالأساس، حتى أن كل الترانيم ربما كانت على ألحان وأسلوب الموسيقى الفرعونية. ورد ذلك في كتاب الرجل الذي قاوم الله صفحة 52. إذ أنها كانت مثل المسيحية أيضا الديانة المصرية القديمة تعد بالقيامة، وتعد بالحساب يوم الدينونة، وتتقيد بنوع خاص لإلهة الأم إيزيس. تقول في الدراسة: هل أغوى البعد النسائي في الديانة المصرية مسيحي كورنثيوس؟ لا ينوه بولس إطلاقا إلى هذا الأمر. قد يكون الأرجح أن النساء في كورنثيوس استلهمن شعارات بولس وأردن التخلص من علاقة أنوثتهن المميزة لكي تكن مثل الرجال، بنص الرسالة التي أرسلها إليهم فيها عبارة: ليس رجل وامرأة، ليس عبد ولا حر، كما جاء في الرسالة بأكملها. فهم قالوا: لا تحاسبونا كرجل وامرأة أو كعبد وحر، إنما نحن جميعا واحد في الله رب الأرباب. فعند النساء وقفنا عند كلمة ليس رجل وامرأة، فربما أوقع موقف النساء هذا بولس في حرج، وسبب الحرج هو أن النساء كنا أكثر فاعلية في تطبيق شعارات بولس من بولس نفسه. تمضي الدراسة لتقول أن الشيء المؤكد أن بولس لا ينظر إلى المسألة من زاوية التبرج والزينة، بل من زاوية هوية المرأة. يجب أن نعرف أنه كان للشعر قديما قيمة رمزية كبيرة. كان اليهود يساوون بين إزدال المرأة شعرها على كتفها وكشف صدرها، كانوا يعتبرون مثل هذه النساء زانيات. ورد ذلك في إنجيل لوقا الإصحاح 7 العدد 38. وكان من العار أن تحلق المرأة شعرها أيضا. وتحت عنوان تبادل ضروري، يرفض بولس تخلي النساء عن تغطية الرأس. هل كان رد فعله هو تقهقره هو كمعلم فريسي مصدوم؟ الرد على هذا التساؤل قصير، إذ يكتب كتب لهم:
ردا على ما فعلوه أو ما فعلناه النساء، ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه، وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد. في ورد ذلك في رسالة كورنثيوس الأولى الإصحاح الثالث العدد 5 إلى 11. هنا قال بولس رأس كل رجل هو المسيح ورأس المرأة هو الرجل. في هذا هو تخفيض كثير لنوع المرأة واعتبارها كيان تابع للرجل، أن الرجل هو المسيح هو رأس الرجل، والمرأة رأسها الرجل الذي هو رأسه المسيح، ولم يساوي بين الرجل والمرأة، ويقول أن الاثنان هما رأسهما المسيح. وقال ورأس المسيح هو الله، أي أن الله يرأس المسيح. وهنا مشكلة تعود بنا مرة أخرى إلى ما تكلمناه ربما من قبل أو أشرنا ولمحنا أن هناك فارق الآن بين المسيح وبين الله، وليس إلها واحد، وليس أقلمين من ضمن الأقانيم الثلاثة المتساوية في إله واحد، حيث أصبح الله هو رأس المسيح أو الذي يرأسه أو يترأسه أو رئيسا عليه. هنا من وجهة نظري في هذا النص سقطة لاهوتية لا يمكن الابتعاد عنها، لأنها توضح كيف يرى في سقطة سريعة بولس أن يرى أن الله هو يرأس المسيح أو هو رأسه، لأنه الآب، فالآب يرأس الابن، والابن أقل من الآب هنا في الظاهر كما يقول النص، بينما هو في اللاهوت أو في الأقانيم الثلاثة هم من المفترض أنهم متساوون وأنهم أزليون كما هم دائما، لا يفترقان لحظة ولا برهة، وأيضا يتأثر كل منهما بنفس الأمر الذي يتأثر به. وقلنا أن هذا يكذبه وقعة الصلب، إذ أن الابن قد صلب وقتل على الصليب، بينما الروح القدس والآب اللي هو الله لم يتأثر، لذلك أن أقنوم الابن هو منفصل تماما عن الأقنومين الآخرين الآب والروح القدس بحادث الصلب ذاته، لأنه لو كان الآب والروح القدس قد قتل مع المسيح على الصليب لا مات الله كاملا بكل أقانيمه الثلاثة وانتهى الكون وقضي الأمر، ولكن ما حدث يحتاج إلى وقفة طويلة ومجلدات، وهو ليس موضوعنا الآن، فليس موضوعنا هو المناظرات اللاهوتية، ولكن موضوعنا هو بولس كيف كان يرى الله في هذه الآية. كان يراه بشكل ثم يراه في أمور أخرى بشكل آخر، لكن هذه أراها أنها ضمن ما قاله بولس عن الله، هذه هي السقطة التي اعترف فيها أن المسيح لا يساوي الله. نعود إلى النص نستكمل. ورأس المسيح هو الله، كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه، أن الرجل يجب أن يصلي وهو حاسر الرأس، ليس على رأسه شيء، لأنه إذا وضع على رأسه أي شيء يلبس على الرأس فهو يشين نفسه أو يشين رأسه أيضا، وهذا أمر ممقوت ومكروه. أما كل امرأة تصلي وتتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، هذا أمر أيضا عكسيا، هو أمر مذموم في النساء أنها تصلي وهي غير مغطاة الرأس، لأنها والمحلوقة شيء واحد. هنا تأثر بولس بالمرأة المحلوقة والمرأة المغطاة الرأس. المرأة التي لا تغطي رأسها تماما هي زانية، وكذلك المرأة التي تحلق رأسها هي زانية، وذاك هي في العهد القديم، ثم نقلها عنهم إنجيل لوقا كما ورد كما قلنا منذ لحظات. نعود إلى النص أيضا، نقول أن الترتيب الهرمي أو الهيراركي الذي يعرضه بولس
هو ترتيب الخليقة حسب المفهوم السائد وقتها. تنتمي المرأة للرجل الذي ينتمي بدوره لله. الكلمة التي يستعملها هي الرأس، كلمة استعملها بولس الرأس. وعندما يقول أن الله رأس المسيح أو أن الرجل رأس المرأة، فأنه يقصد بذلك الأصل أو المنبع أو الحماية بمفهوم السلطة. كما أن الرجل يحيا من علاقته بالمسيح، والمسيح من علاقته بالله، فكذلك المرأة تعيش في العالم من علاقتها بالرجل، أي أن المرأة كيان تابع خاضع للرجل. هذه كانت رؤية المسيحية بالأكمل للمرأة، حتى جاءت النظم الحديثة والقوانين حماية المرأة ومواثيق حقوق الإنسان ومواثيق العالمية، فلم تفرق بين مرأة ورجل، وأصبحت المرأة تأخذ حقها. أما كانت في العصور الأولى للكنيسة حتى ربما القرن التاسع عشر، ظلت المرأة نفس الرؤية التي يرونها الذين يعيبون هذا الأمر على المسلمين، هي نفس الرؤية كانت في المسيحية، المرأة كيان تابع للرجل، أو ربما لم تكن نصفه، ربما كانت أقل من النصف في تقديرات التي كان عليها المجتمع المسيحي في العصور الوسطى أيضا. نعود إلى النص، لنعتبر الأشياء التي كانت تضايق بولس. هل من العار أن يصلي الرجل ويتنبأ وهو مغطى الرأس، وأن تفعل المرأة ذلك مكشوفة الرأس؟ يدخل هذا الخلط الفوضى لا يمكن التبديل من العلاقات. إن علاقة الرجولة الصلاة تسافر الرأس، وعلاقة الأنوثة الصلاة مغطاة الرأس. وعندما تتغاضى المرأة عن غطاء الرأس فإنها تلغي الفارق بين الجنسين وتتنكر لأنوثتها، لهذا أو لأنوثتها. لهذه الأسباب يرفض بولس أن تتخلى النساء عن غطاء الرأس. هو يتكلم عن فرق جيني وليس فارق ديني ربما، ولكن أيضا هو هنا فرض فروضا دينية وتكلم في مسائل لاهوتية من داخل هذا الموضوع. يؤدي التمسك بهذا الموقف إلى تكريس علاقة هرمية بين الرجل والمرأة وتثبيتها، بتفادي بولس جيدا الوقوع في هذا الفخ الذي وقع فيه عدد كبير من القراء. إن قراءة متأنية للنص تثبت أنه يؤكد ثلاث مرات منطقا نسميه منطق التبادل، وهو الذي ينظم العلاقة المتوازنة بين الرجل والمرأة. وهنا أيضا نتكلم على أن هذا الأمر يشبه مسألة غطاء الرأس، كنا من قبل أنها تشبه صلاة المسلمين، أن المرأة تغطي رأسها عند الصلاة والرجل لا يغطي رأسه أيضا. وكان في بعض المذاهب في بعض الآراء أن الرجل يجب أن يغطي رأسه عند الصلاة، أنها كانت ضمن من أجزاء الصلاة التي قيل فيها صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعد أن يقول هنا بالنص أيضا نعود إليه، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، هذا ما كنا نتكلم عنه من قبل، تكلمنا عن أسطورة ما يعرف بكلمة حواء التي أتت من العهد القديم. هنا بولس يتأثر متأثرا جدا بالعهد القديم، يقول أن الرجل ليس من المرأة بل المرأة خلقت من الرجل. وقلنا من قبل أن الواو ما بين الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الواو هي واو المعية، لا هناك فرق زمني بين خلق هذا وذاك، إنما الطين هو آدم من أديم الأرض، خلق هو اسم نوع وليس اسم علم، أي أن الصلصال الذي كان ذكرا هو اسمه زوج آدم، والصلصال المرأة هو زوج آدم أيضا، سجد لهم الملائكة وهما على الأرض قبل أن ينفخ فيهما الله الروح، أي أنه خلقهم بداية من النفس، من نفس واحدة، ثم وضع الروح فقط لكي تتحرك الصلصال وتحول إلى مادة حية وجينات، وإلى أيضا كروموزومز، وإلى تحول إلى مادة حية تفنى وتتحرك وتعيش وتتجدد إذا ما جرحت أو قطع منها جزء. فالمادة الحية الروح فقط التي نفخها الله في البشر كانت فقط لإحياء الميت، أي الصلصال يتحول إلى روح، يتحول إلى مادة متحركة. أما النفس فهي التي دبها الله مبدأ في البشر، هي التي تعود إلى الله، هي التي تحاسب أمام الله، هي التي تخرج من الجسد آخر الأشياء، وأنها هي التي تواجه الله عند عودة البشر مرة أخرى إلى الحياة عند
يوم الدينونة أو يوم القيامة، وكذلك أن النفس هي مذكورة في كل في القرآن بمختلف الصيغ ومختلف الطرق. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، أقسم الله بها ولم يقسم بالروح، فلا أقسم بالنفس اللوامة. وأيضا كل نفس ذائقة الموت وليس الروح التي ترى الموت. هنا الذي يعود إلى الله هي النفس، والذي يذوق الموت هي النفس، والذي يرجع مرة أخرى إلى الجسد هي النفس. أما الروح فقط هي التي هي من أمر الله اللي هي غامضة، هي فقط ونفخنا فيه من روحنا، أي فقط في الصلصال حتى يتحول إلى مادة حية. أما الذي يعي الإنسان به، وهذا الذي الحيوان به روح، أما الإنسان يفرقه عن الحيوان أن الإنسان به نفس، الحيوان ليس له نفس، لذا لن يحاسب. النفس هي الوعي، هي الضمير، هي الوعي، هي الإدراك، هي أنك تدرك أنك موجود في هذا الكون وأنك ملاقي ربك وكادح إليه كدحا، وأنك كائن أرقى، أنك تتكلم حتى الحيوانات تتكلم. ولكن الفارق الحقيقي بين الحيوان والبشر هي النفس وليس أي شيء آخر، لأن النفس هي. لكن المشكلة أن كثير من فقهاءنا القدامى وعلماءنا مفسرين لم يقرأوا القرآن جيدا في هذه النقطة، إذ أنهم لم ينتبهوا تماما إلى أن كل أدبيات الأحاديث تتكلم عن الروح، أن الروح هي التي تخرج من الجسم، وهي التي تخرج في الحشرجة وتخرج في عند سكرات الموت، بينما القرآن يتكلم عن النفس فقط، لا يتكلم عن الروح فقط إلا حينما تدب في الكائن الميت فيتحرك ويصبح حيا، أي الصلصال أو الطين. نعود من هذا، ربما نعود إليه مرة أخرى إلى النص. يقول: لذا يجب على المرأة أن تغطي رأسها، علاقة الخضوع، لأنها مجد الرجل. ثم يقول بعدها بولس، يعني يقول: غير أن الرجل ليس من دون المرأة، يعني الرجل ليس له قيمة بدون المرأة. ثم يضيف: ولا المرأة من دون الرجل، المرأة ليس لها قيمة بدون الرجل. وفي هذا ينطلق بولس من أصول يهودية توراتية، حيث في سفر التكوين يقول: لأنه كما أن المرأة هي من الرجل، إلا أنه يستنتج الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. إنه من المتسرع اتهام بولس بالانحياز للرجل، وإنما بالتبادل، فإن حالة النقص التي يمكن أن تعيش فيها المرأة بدون الرجل تطبق على الرجل بدون المرأة، والقول أن المرأة مأخوذة من ضلع آدم يقابله ولادة الرجل من المرأة. ولكن في النهاية تظل نظرية رأس المرأة فهو الرجل، بينما رأس الرجل هو المسيح. لا تنفي نظرة غير متساوية بين المرأة والرجل في عيني بولس، الذي وصل الرجل بالمسيح مباشرة ووصل المرأة بالمسيح بشكل غير مباشر. هذا الأمر تدور حوله الدراسة، تتكلم على الذي كنت قلت لكم من قبل تفسيراتي قبل أن أصل إلى النقطة التي تشرح الأمر، أنه وجد فارق قيمي وفارق معنوي وفارق تراتبي بين المرأة والرجل، أن الرجل له علاقة مباشرة بالمسيح، المسيح هو رأس الرجل مباشرة، أما المرأة فهي رأسها المسيح ولكن عن طريق الرجل، لأن الرجل هو رأسها. بما أن رأسه المسيح، أي أن المسيح لا يصل بالمرأة مباشرة إلا عن طريق الرجل، أي أن المرأة التي لم تتزوج لا علاقة لها بالمسيح، ربما بهذا المنطق أيضا. نعود أيضا للنص ونقول: وهذا بالرغم من النظرية التبادلية التي رآها دانيال مارجيورا في كتابه بولس الترسوسي في صفحة 53. ويتتبع بولس النظام ذاته عندما يتعرض لموضوع الزواج في رسالة كورنثوس الأولى صح 7، يقول فيها: أما المتزوجون فأوصيهم، لا أنا بل الرب، ألا تفارق المرأة رجلها. ولا أدري لماذا لم يوصي الرجل ألا يفارق امرأته. ثم يواصل فورا: ولا يترك الرجل امرأته. هو تكلم عن الرجل في مرحلة تالية بعدما أوصى المرأة مقدما. يبقى هنا في هذه الدراسة أنه توازن تام في الواجبات. ويقول أيضا: لا سلطة للمرأة على جسدها، فهو لزوجها،
أي أن المرأة لا سلطان لها على جسدها، إنما هو من حق زوجها. هو هنا جزء بسيط من الرق أو من أفكار الرق، أن السلطان الإنسان على جسده متوقف بسلطان سيده عليه، هو الذي يمكن أن يقطعه أو ممكن أن يجهده وممكن أن يريحه وأن ممكن أن يستخدمه أو ينعمه أو يتركه. فهنا يرى رؤية أشبه بالاسترقاق. وقبل أي بديل استنكار هذا الكلام يعجلنا باقي العدد أو الآية: كذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. التوازي التام في المسؤوليات، يجب على كل منهما أن يكون مسؤولا عن جسد الآخر. والعدد والآية هنا أنا ليها تعليق بسيط كنا أوردته في البحث، قلت هناك تلاقح ثقافي بين المسلمين والمسيحيين، صار هناك تبادلا للمصطلحات. فكلمة آية المستخدمة في القرآن الكريم أصبح المسيحيون يستخدمونها في الكتاب المقدس بدلا من كلمة عدد. الإصحاح كذا، العدد كذا، كانت تقال هكذا قديما، أما الآن يقال الإصحاح كذا، الآية رقم كذا. هو استلهام من المسلمين في قرآنهم يستخدمها المسيحيون الآن. وكذلك كلمة ألفاظ المسلمين التي انتشرت بين أوساط المسيحيين، مثل كلمة حسبي الله ونعم الوكيل وبسم الله ما شاء الله وكلمات كثيرة. ويستخدم المسلمون أيضا لقب عذراء لمريم، بينما لم يصفها القرآن بأنها عذراء وإنما وصفها محصنة الفرج. وقلنا من قبل أن إحصان الفرج هو أمر أخلاقي قامت به مريم، لم يحصنها الله وإنما هي أحصنت نفسها بنفسها، ومريم التي أحصنت فرجها. بالتالي قلنا قبل ذلك أن إحصان الفرج هو موقف أخلاقي وموقف ديني، أما العذرية فهو موقف طبي، لا يعني أن الإنسان التي هي عذراء ليس معنى ذلك أن أخلاقها أخلاق حميدة أو أخلاق جيدة، إذ ممكن أن تكون غير ذلك، وإنما اكتفى بوصفها القرآن قال عنها محصنة الفرج. وتتلخص هنا رؤية مارجيرا في بولس، قال أنه يرى حالة المرأة على ضوء نظام تسلسل هيراركي هرمي ينطلق من الخليقة وتنطلق في علاقة السلطة من الرجل تجاه المرأة وليس العكس، ولكن أمام الله والكنيسة. فأنه يركز على أن حق الذكر لم يعد له وجود. هذا التساوي الذي هو نتيجة النعمة لا يجب أن ينفي خصائص كل منهما. لذلك يعترض بولس على تشبه النساء بالرجال في الصلاة أو التنبؤ وهن مكشوفات الرأس. إن اعتراضه هذا ألا يقوم على أساس تفوق الرجل متدني المرأة، هذه الفكرة نفيها مبدأ التبادل، بل انطلاقا من الدور الذي رسم لكل منهما. دور المرأة هي أن تكون فخر الرجل وصورته ومجده. إن الرجال والنساء هم جميعا مدعوون لكي يعيشوا واقعهم. النعمة هي للجميع دون أن يتنكر أي منهم لدوره الخاص الذي خلق من أجله، إنها التعددية. هكذا يقول بولس. كي نرى في الحلقة المقبلة كيف كان بولس تقدميا في أفكاره، بينما كنا لمسنا في مسألة المرأة وغطاء الرأس أنه يقترب إلى السلفية، وإن كانت سلفية يهودية مرتبطة بفكره الفريسي السابق، فهو يرى أن المرأة جزء من الرجل خرجت منه وهي كيان تالي تابع. وإن كانت أراد أن يحسن الأمر فقال أن برغم أن المرأة تابع الرجل لكن لا قيمة الرجل بدونها، وقال أيضا أن جسدها هو ملك للرجل أو رجل له سلطان عليه والمرأة ليس لها سلطان على جسدها. وكذلك قال أن الرجل ليس له سلطان على جسده، بينما من أراد أن يفهم هذه العبارات جيدا عليه أن يعي تماما أن الرجل عليه ألا يخون امرأته مع امرأة أخرى، وكذلك المرأة لا تخون جسد الرجل مع أحد آخر. وهنا كان أراد بولس أن يصل من هذه الحالة أن يخلص كل منهما الآخر، ولكن دائما في أسلوب الكلام حتى وإن كان فيه شيء من التساوي بين الطرفين، لأنه كان فيه
ما يمكن أن نعرفه بفكرة التراتبية، أنه يبدأ بالرجل أولا ثم يأتي بالمرأة في الكلام في المرة التالية، لا يساوي بينهما ولكن يجعل بينهما تراتبية بالرقم واحد ثم الرقم اثنين، الرجل أولا ثم المرأة ثانيا. كي نرى صورة بولس التقدمي سيكون هذا موضوعنا في الحلقة القادمة، لكي ننتهي منها من هذا الموضوع وهذا المبحث، رؤية بولس للمرأة عند الصلاة أو مشكلة الحجاب، لنستكمل في نفس الحلقة القادمة إن شاء الله لو كان لنا نصيب الفصل السابع. أيضا نرى عمر كيف يرى المرأة، وهو الفصل له عنوان فرعي استعيذ بالله من شرار النساء، هكذا قال عمر، وهي رؤية أيضا متشددة تجاه النساء، سوف نستعرضها في الحلقة القادمة. والآن أستودعكم بين يدي الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام من الله ورحمة.